ولنقاش ملف الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في كل من العراق وسوريا والمنطقة ككل وتداعيات مقتلهما على إيران وميليشياتها. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، وعبر الهاتف من أمستردام الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. أرحب في البداية بدكتور هلال الدليمي. نبدأ معك دكتور، وفي الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بمحيط مطار بغداد، ما الذي يمثله هذا الحدث للشعب العراقي ولمن عانى من ممارسات هذين الشخصين الذي قتل بعد ما مارسوه من تهجير وتغييب؟ أو المعذرة، سيكون معنا في البداية عبر الهاتف ضيفنا من عمان دكتور هلال الدليمي، وأعود إليك من جديد أستاذ عبد الله. عفوا، أنا المتحدث الذي تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولقناة الرافدين. يستذكر الشعب العراقي هذا اليوم بحقيقة الجرائم التي ارتكبها قاسم سليماني الذي ينفذ المشروع الإيراني في العراق وفي الشرق الأوسط، وخاصة الجرائم التي ارتكبت ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بإشراف أمريكي الذين سمحوا لإيران أن تمد كل أذرعها القذرة إلى العراق والمنطقة، وساهموا مساهمة واضحة بارتكاب هذه المجازر التي صممت للانتقام من المناطق التي قادت المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي. فبالتالي سلطوا إيران وميليشيات إيران وحرسها الثوري على هذه المناطق، والانتقام كان حقيقة بشعا إلى الحد الذي لا يمكن تصوره العقل البشري. ولكن إيران أيضا لها مشروع استفادت من الوجود الأمريكي في سبيل تنفيذ مشروعها الذي بني على ما يسمى الإرهاب المقدس الذي بدأ في بعد احتلال بعد في مجيء خميني عام 79 وما بشر به من تصدير الثورة، ومن ثم جاء الاحتلال ليعطي لهذا المشروع الأمل بعد أن قضى عليه الشعب العراقي في حرب 8 سنوات وتصدى له لمنع وصول الحال في العراق وفي الأمة إلى هذا الحال. الولايات المتحدة الأمريكية وصراعها مع إيران بعد أن شعرت إيران بأنها هي صاحبة اليد الطولة في العراق وتستطيع أن تنفذ كل برامجها من خلال الميليشيات التي سلحت أمريكيا. نحن لا ننسى بأن المشروع في تدمير العراق هو مشروعا إيرانيا أمريكيا صهيونيا مشتركا، وبالتالي قاسم سليماني ومسمى جيش القدس هذه تسمية باطلة، لأن القدس لا تبدأ بقتل أهل العراق والشام وفي اليمن ونشر الإرهاب هنا وهناك، وهو كان على حدود الكيان الصهيوني عندما دخلوا إلى سوريا ودمروا وقتلوا وهجروا شعبها بعد أن هجروا أكملوا صفحة في العراق. لماذا لم يدخلوا إلى القدس مثلا بهذا الطريق السهل الذي سهلته لهم كل الدول بالوصول إلى هذه المناطق وتدمير وتهجير هذا الشعب، الشعب العربي بشكل عام؟ والمشروع الذي تستند إليه إيران وقاسم سليماني هو المشروع الطائفي الذي يرتكز إلى تثبيت ما يسمى الهلال الشيعي في الشرق الأوسط ابتداء من العراق والشام وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما حقته لهم الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي عندما استشرى هذا الأمر وأصبح يهدد الوجود الأمريكي في العراق، ومعروف أنه هؤلاء الأشخاص ولاؤهم المطلق لإيران هم وميليشياتهم التي تحتفل اليوم بهذه المناسبة، والدليل على ما نقول أنه فؤاد، والدليل أنه المهندس عندما قتل رادوا دفنه في إيران ولكن إيران رفضت استقباله، وهذا حقيقة ما يشير إلى أن كل هذه الميليشيات ولاها لإيران ومولة بشكل كامل من الجانب الإيراني لكي تحقق مشروعا إيرانيا. شاهدنا ما فعله في هذه المناطق
من تدمير حقيقي يفوق الخيال. يعني نحن في العراق وفي الشام عانينا بشكل مباشر من عمليات القتل المريع لأهل السنة في هذه المناطق، وطمر العوائل تحت الأنقاض، والقصف بالبراميل المتفجرة. وهذا الأمر كله كان يقوده المجرم قاسم سليماني ومن معه من الميليشيات الإيرانية التي زرعت في العراق وفي الشام. ستبقى معنا دكتور هلال الدليمي، ننتقل إلى ضيفنا عبر سكايب العميد عبد الله الأسعد. أهلا بكم سيادة العميد. كيف أو ماذا تمثل هذه الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس للشعب السوري بعد كل ما ارتكب بأيادي إيرانية في سوريا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني في الواقع منذ بداية الثورة دخل قاسم سليماني على الخط، واتخذ من القصر الجمهوري لبشار الأسد مقرا له منذ أن بدأت المظاهرات السلمية في دمشق. وكان لقاسم سليماني الأثر الكبير في تفجير خليط الأزمة، حيث هناك كان تياران. التيار الأول طبعا هو التيار العربي الذي يميل إلى أن يتم الانتهاء من هذه المظاهرات السلمية بتلبية مطالبها وتحقيق المطالب التي خرجت من شأنها، وعدم دخول الآلة العسكرية على الخط. إلا أن قاسم سليماني الذي يمثل التيار الإيراني هو وحزب الله وماهر الأسد شقيق بشار الأسد كانوا طبعا يميلون إلى مقاومة المظاهرات السلمية بالدبابات والسلاح والرصاص الحي. في الواقع طبعا كان لقاسم سليماني دور كبير في تفجير خليط الأزمة والانتقال إلى الحالة حالة الحرب والمعارك وقمع المتظاهرين بالحديد والنار. المحطات الأخرى طبعا التي يتذكرها الشعب السوري عند مقتل سليماني هي أولا حلب التي طبعا حاصرها وجوعها ولم يفرق بين طفل أو امرأة أو شيخ، ودك الأحياء بالمدفعية، وكان له دور كبير بالتعاون مع أكرم الكعبي قائد حركة النجبة في مطار حلب الدولي باستقبال وتدريب العناصر الذين يتبعون دورات في بغداد وفي إيران وتوزيعهم على الجبهات هناك. وطبعا جعل من حلب عبارة عن خزان بشري المعارك كوقود من أجل التصدي للجيش السوري الحر الذي يمثل أبناء الشعب السوري الذي خرج من ظهره. وطبعا من ألزم أو من أجبر الجيش الحر بالتشكيل والتسلح هو قاسم سليماني وحزب الله وإيران الذين قاموا على المظاهرات السلمية بالحديد والنار، إضافة إلى طبعا مضايا ودارية والمعظمية. طبعا المعضلة الكبرى في مضايا، يعني عندما نتذكر كيف حاصروا مضايا والأشخاص لم يعد لديهم أي نوع من الطعام كي يأكلوه، فقاموا بأكل القطط والكلاب والمناظر التي ظهرت من مضايا، وطبعا قرى الوادي المحيطة بها طبعا هي مناظر أناس يعني كأنهم في مجاعة. وطبعا هو كان ينسق مع الحرس الجمهوري ومع ضابط أمن الحرس الجمهوري، وقتل رئيس المفاوضات في تلك اللحظة. يتنقل قاسم سليماني طبعا لقصير، أيضا محطة لقصير. كان لقصير يعني لسليماني دور كبير في تدمير لقصير. قتل سليماني أكثر من 3000 مواطن من لقصير قبل بدء المعركة، وطبعا أجبر أهالي القصير على النزوح خارج مدينة القصير خوفا من النزوح. ومن ثم قام بتدمير القرى المحيطة بالقصير، وأيضا جرفوا هناك قرى كاملة تم تجريفها ويعني مسحها عن الوجود. دمشق عانت أيضا كثيرا جدا من إجرام قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هؤلاء الذين كان لهم دور كبير في أولا يعني تشييع مدينة دمشق وتغيير ديموغرافيتها بالكامل، وهذا منافي للقانون الدولي الإنساني. اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الإضافية تدعو إلى عدم تغيير ديموغرافية المناطق التي تشهد صراعات مسلحة،
وحماية المدنيين الموجودين ضمن مناطق الصراعات المسلحة. هم خالفوا القانون الدولي وغيروا ديموغرافية المنطقة بالكامل. طبعا إضافة إلى ذلك أيضا كان لهم دور كبير في تطعيم طبعا جيش نظام أسد، انهارت الفرق والتشكيلات ولم يعد قادر على مقاومة أي شيء، إلا أن عناصر حزب الله طبعا الذين كانوا ينطوون وينضوون تحت قيادة قاسم سليماني والمرتزقين الأفغان والزينبيون والفاطميين والنجبة والويد أبو فضل العباس وغيرهم، هم الذين قام طبعا بالتنسيق مع بشار الأسد بتجنيس هؤلاء وزجهم في المعارك من أجل قتل الشعب السوري نعم وتشتيت الشعب السوري وتهجيره وتخريب نسيجه الاجتماعي من خلال هؤلاء المرتزقة الذي كان يقودهم قاسم سليماني، الذي أخذ أيضا مكافأة وقاموا بترفيعه وأصبح هناك عبارة عن يعني ارتباط بين ميليشيات قاسم سليماني فيلق القدس، الذي كما تفضل ضيفك لا علاقة له بالقدس، وإنما هو كلمة من أجل قتل أهل سوريا، قتل العراقيين، تدمير هذه المدن فوق رؤوس ساكنيها. ستبقى معنا سيادة العميد. نعود مجددا لضيفنا من عمان دكتور هلال دليمي. دكتور هلال، كيف يفسر حرص قاسم سليماني على تحويل العراق وسوريا إلى ساحتي صراع؟ هذا هو الأساس الذي يرتكز إليه المشروع الإيراني ابتداء منذ عصور قديمة. حقيقة المشروع الإيراني ممتد وطامع في الوصول أو استرجاع ما يسمى النفوذ الفارسي في العراق والشام، ومن المعروف بالضرورة بأن حماية الكيان الصهيوني لا تتم إلا بإفراغ المنطقة الشرق الأوسط من القوى التي تهدد وجود الكيان الصهيوني. هذه المسرحية مسرحية أنه نحن نحرر القدس ونحن نخرج كذا والصراع الصهيوني الإيراني، هذا كله كلام للدعاية. والدليل على ما نقول أنه الوجود الإيراني كان بمباركة أمريكية بدعم أمريكي واضح في العراق وفي سوريا، وهم الذين الجيش الأمريكي لا كان موجودا في العراق عندما تسللت القوات الإيرانية إلى الشام، وبمباركة الولايات المتحدة الأمريكية تحت ما يسمى التحالف لمحاربة داعش الذي هم أسسوه، وهم الذين وضعوا هذه الآلية لتدمير العراق وتدمير الشام. في هذه النقطة ستبقى معنا دكتور هلال، باعتباركم أشرتم إلى هذا التأييد الأمريكي والروسي لقاسم سليماني، كيف يمكن قراءة هذه المفارقة بدعم قاسم سليماني وتواجد الإيراني في كل من العراق وسوريا سيادة العميد؟ التنسيق بدأ مع قاسم سليماني ومع المالكي ومع إيران طبعا يعني بمندوبها سليماني. في الواقع من يعني عمل على تنظيم داعش وعلى تشكيل داعش طبعا هم يعني المالكي والإيرانيون، عندما قاموا بتجهيز هذا التنظيم العفن وسلموها الألوية العراقية بالكامل خلال 48 ساعة، كانت داعش أخذت وضعوا لها السلاح في المعسكرات وجهز لها المالكي السيارات 2000 سيارة من السيارات التي تحمل بالوسائط النارية، تم تجهيزها ويعني إنعاشها في العراق، وحتى أموال وضعوا لها أموال من أجل طبعا كل هذا من أجل صبغ الثورة السورية بأنها ثورة متطرفة والباس يعني لبوس داعش بالثوار وتغيير مفهوم الثورة إلى مفهوم متشدد. في الواقع طبعا سليماني كان عند الأمريكان، وطبعا الوثائق المسربة من بريد إلكتروني يعني واضحة للجميع بأن طبعا التنسيق بين الأمريكان وسليماني على تصنيع داعش والمالكي من أجل الدخول إلى سوريا فيما بعد. نعم. سليماني طبعا هو من ذهب إلى روسيا،
هذا حسب تصريح حسن نصر الله، واخذ الخرائط ومن اجل ان يدخلوا الى مواقع في سوريا من اجل منع نظام الاسد من الانهيار. يعني هنا التناقض طبعا، عندما قتل سليماني، سليماني طبعا يعني اراد ان يجعل منه ترامب عباره عن يعني جائزه دعائيه من اجل انتخاباته طبعا، عندما قام بقتله هو والمهندس. طبعا لها تفرعات كبيره، ليس فقط من اجل دعايه انتخابيه، ايضا لها علاقه عندما طبعا المأجور عندما يكون لدى فئه او لدى اجنده في النهايه تريد ان تتخلص منه. وكان ايضا هو يعني يعمل بأوامر أمريكية وبأوامر روسية، والتنسيق كان على كل الأراضي. نعم. ستبقى معنا سيادة العميد بالعودة إلى دكتور هلال دليمي. في الوقت الذي أنقذ طيران التحالف الدولي وخاصة طيران الأمريكي، أنقذ الحرس الثوري وميليشياته في العراق من داعش، نسمع اليوم في ذكرى مقتل سليماني والمهندس أن هذا الإنقاذ ينسب لإيران وقاسم سليماني، ما مدى صحة ذلك؟ وبكل تأكيد الذي يتابع الأحداث وتسلسل الأحداث السياسية وانعكاسات على الوضع في العراق وفي الشام وما آل ذاك في ذلك الوقت، أولا أنه داعش وهذه الفرية الكبيرة هي مخطط أمريكي إيراني للانتقام المربع من مناطق السنة في العراق أو مناطق اللي انطلقت منها المقاومة العراقية ضد الوجود الأمريكي. فالأمريكان لديهم ثأر، وهذا الثأر نفذ عن طريق ما يسمى داعش، الذي كما تفضل ضيفك مشكورا عن أنه هذا التأسيس أسس بزمن المالكي وأخرجوا من السجون وأعطوا أموال وسلموا في الموصل في ولاية في محافظة نينوى الانسحاب المعروف 8 مليار دولار من الأسلحة والأعتدة الثقيلة تركت عمدا، وهرب 52 ألف مقاتل من الموصل بعدما استمكنوا من الأنبار، وكذلك هربت القوات والجيش وما إلى ذلك، وتركوا الشعب العراقي تحت مطرقة بين المطرقة والسندان. والدليل الآخر أنه نحن عندما نتحدث أن الأمريكان هم كانوا على دراية وعلى حقيقة تنسيق كامل بهذا الأمر، قاموا تحت حجة إخراج داعش من هذه المدن بتدمير هذه المدن تدميرا شاملا. يعني ندخل إلى مدينة الموصل، ندخل إلى مدينة الأنبار، إلى الفلوجة، إلى وكل القصبات والقرى التي دخلها داعش هي تحت حماية ما يسمى وانسحابات منظمة من ما يسمى الجيش العراقي وما إلى ذلك في العراق، لكي يتم تدمير منطقة لحتى الآن في الموصل يعني تحت الأنقاض أكثر من 50 ألف ضحية. لاحظ حجم الجريمة التي ارتكبت هناك، أن ما تسمى الحكومة العراقية في حينها أبلغت السكان بعدم المغادرة، ومن ثم أجهزت عليهم بكل ما تمتلك من القوات الأمريكية والطيران والقنابل المتفجرة وما إلى ذلك والبراميل المتفجرة عفوا، في حيث أصبحت المدينة مقبرة كبيرة. نعم. وتهجير 9 مليون، تهجير 9 مليون عراقي خارج حدودهم، ولحد الآن النازحين يعانون من أهل هذه المناطق باتهامهم بأنهم لماذا لم يغادر، الذي غادر لم يعد لأنه بيته هجر وهدم، والذين بقوا في مساكنهم كما أشار أنهم هم متهمون الآن بالتعامل مع داعش. في هذه النقطة المعذرة دكتور، ربما نموذج مشابه للنموذج العراقي ما يحدث في سوريا وما زرعه سليماني هناك من ميليشيات وإرهاب ومحاولات واضحة لتغيير الديموغرافي والثقافي لمناطق بعينها، إلى أي مدى هذه المحاولات هي محاولات دائمة وترسخت في المجتمع السوري أم أنها مؤقتة ترتبط ببقاء النظام أو زواله؟ يعني في الواقع طبعا هناك نقطة أريد أن أضيفها إلى موضوع الألوية التي تم استلامها من قبل داعش في العراق طبعا بالتنسيق أيضا في سوريا. الفرقة 17 بالكامل
الفرقة 17 بالكامل خلال 48 ساعة، كانت فرقة بالكامل يقدر عددها ب 15,000 عسكري من دبابات، حوالي 300 دبابة وحوالي طبعا 100 عربة بي ام بي ومدافع ورادمات صواريخ، تم الدخول إليها خلال 48 ساعة. وهذا في العلم العسكري والتكتيك لا يمكن أن تدخل قوات من داعش يعني بقوة بشرية ووسائط قليلة، تدخل فرقة بالكامل وتدمرها. هذا أكبر دليل على أن داعش تم تصنيعها بالتنسيق بين سليماني وبين المالكي وبين نظام بشار الأسد. بالنسبة لموضوع سؤالك، يعني موضوع ما رسخه في العراق يريد أن يرسخه في سوريا، نعم بالتأكيد، وهم يخططون إلى ليس إلى فترة قصيرة وإنما إلى زمن بعيد. الآن إيران أخذت من اتجاه طبعا الحدود العراقية السورية من القائم وصولا إلى البوكمال، الميادين، دير زور، منطقة البادية، هذه سيطرت عليها إيران. أولا على الصعيد العسكري قامت ببناء معسكرات وحفر أنفاق تحت الأرض، هذه طبعا عبارة عن قواعد عسكرية حصلت عليها إيران. منذ يومين أو ثلاثة تم تدشين خط السكة الحديدية، القطار الذي ينطلق من إيران إلى بغداد إلى دمشق، وهذا طبعا سيوصل إلى أو يصل إلى البحر المتوسط إلى لبنان. طبعا تغيير هوية المنطقة هذا ليس يعني المقصود منه وقت مؤقت أو فترة مؤقتة، وإنما يقومون الآن من خلال المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق بتشييع المنطقة بالكامل. ما يجري الآن في دير الزور بالكامل هو عبارة عن استلام الحكومة والاستلام كل شيء عقائديا وفكريا وثقافيا، وطمس هوية المنطقة بشكل كامل. وهناك مندوبين عن إيران في ليس فقط في دير الزور وإنما في ريف دمشق وفي درعا وفي كل المناطق وفي اللاذقية في الساحل. الآن أهالي الساحل يعني يضيقون ذرعا بموضوع التمدد الشيعي في قراهم، أيضا يشتكون أيضا من تسلط الإيرانيين على الأعراض في الساحل السوري وفي المناطق المحيطة به. فلذلك هم يخططون لتصدير التشيع على أن تبقى هذه المنطقة، وخاصة في دمشق. الآن هوية دمشق ومعالم دمشق لم تعد يعني عاصمة عربية مسلمة، وإنما أصبحت هي عبارة عن مدينة. دمشق هي عبارة عن مدينة فيها اللطميات وفيها كل مظاهر الإيرانية كما فعلوا في بيروت، وحولوها من شكرا مدينة عربية إلى مدينة فارسية. شكرا جزيلا لك سيادة العميد عبد الله الأسعد الخبير العسكري، حدثتنا عبر خدمة سكايب من أمستردام، وشكر موصول أيضا لضيفنا عبر الهاتف دكتور هلال دليمي الأكاديمي والباحث السياسي، حدثنا عبر الهاتف من عمان.